سلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الكرام اينما تكونوا اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي الصحافه اليوم، هذا البرنامج الذي نطالع فيه ابرز القضايا والمواضيع التي طالعتنا بها الصحافه العربيه والمحليه ومن عناوين وقضايا ونناقشها مع ضيوف كرام والبدايه بجوله سريعه في ابرز العناوين التي طالعتنا بها الصحافه المحليه. نبدأ جولتنا في الصحافة المحلية من موقع ثاني من ديسمبر ووكالة ثاني من ديسمبر الإخبارية وفيها نطالع. ميليشيات طهران تشعل الصراع الأمريكي الإيراني في العراق. تدمير منظومة دفاع سام ستة حوثية في صنعاء. الثلاثة خلال أيام إصابة خطيرة لمواطن برصاصة قناص حوثي شرق مدينة الحديدة. الحقد الحوثي يجتهد في تمزيق نسيج اليمنيين ووحدتهم الوطنية تضمنت الإعدام والقنص والتعذيب رصد 66 ألف انتهاك حوثي طال الأطفال إلى وكالة خبر وفيها نقرأ مبعوث الأمم المتحدة لليمن ينقلب على اتفاق السويد ميليشيا الحوثي تواصل فصل موظفي مجلس الترويج السياحي واستنزاف عشرات الملايين شهريا حضر موت اغتيال جندي من قبل مسلحين مجهولين في مدينة شبام مقتل وجرح 23 حوثيا بنيران المشتركة في الفاخر بالضالع بينها 3888 قتيلا شبكة حقوقية توثق ارتكاب ميليشيا الحوثي 66 ألف انتهاك بحق الأطفال في اليمن إلى موقع منبر المقاومة وفيه إصابة موظف شركة الحاشد برصاص قناص حوثي في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة احتفاء بأعياد الثورة السبتمبرية افتتاح مشروع مياه مدينة حيس على نفقة قائد المقاومة الوطنية ميليشيا الحوثي تقصف مدينة حيس بقذائف المدفعية حيث قناص حوثي يصيب طفلا نازحا أثناء لعبه في حي المغل فقد ابنه وأحد أقربائه بقذيفة حوثية ماجد ضحية آخر للتوحش الحوثي إلى موقع عدن الغد وفيه نقرأ البنك المركزي اليمني يبدأ بتنفيذ عمليات مصارفة للدفعة الأولى لمستوردي المشتقات النفطية عصيان مدني في المكلا كوتريش يحث طرفي النزاع في اليمن للبناء على اتفاق تبادل الأسرى تعز تظاهرة لطلاب الجامعات الخاصة للمطالبة بتخفيض الرسوم الدراسية إلى موقع نيوز يمن وفيه نطالع ادعاءات جمهورية وممارسات ملكية الحركة الحوثية وجرائمها في حق الجمهورية ذمار تحويل بيت الثقافة سوقاً للأغنام والأديب الحراسي يعرض مكتبته للبيع. وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين واحتراق منزل في عواصف رعدية ضربت موزع. تقرير يرصد بالأسماء والأرقام المليارات المنهوبة من المال العام على يد الحوثيين. وأخيراً في صحيفة الشارع وفيها جواسيس ميليشيا الحوثي بينهم نساء تم تجنيدهن عبر الابتزاز تقرير حقوقي تسجيل 65971 حاله انتهاك للاطفال من قبل ميليشيا الحوثي مقتل طفل في اشتباكات بين مسلحين حوثيين في تعز على خلفيه تعيين مدير جديد لقسم شرطه مقتل بائع سيارات برصاص مسلحين حاولوا سرقه سيارته في مدينه عدن ضبط ثلاثة أشخاص بينهم فتاة متهمين بممارسة الدعارة والترويج للمخدرات في لحج وأخيرا محافظ حضرموت يصل إلى الرياض لبحث احتياجات المحافظة العاجلة من الخدمات وملف الأمن في مديرية الوادي إذا هذه كانت جولة في الصحافة المحلية لا نطالع أبرز ما طلعتنا به الصحافة العربية من أخبار وعناوين خاصة بالشأن اليمني نبدأ جولتنا في الصحافة العربية من صحيفة الشرق الأوسط وفيها اتفاق يمني غير مسبوق يحرر ألف أسير غريفات للشرق الأوسط سعيد بهذا الانجاز وأمل تقدما في الملفات الأخرى ترجيح البدء به خلال أسبوعين برعاية أممية الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن ألف وواحد أسيرا تنامي حرب العمله بين الحكومه اليمنيه والحوثيين التحالف نشكر المبعوثه والصليب الاحمر وننظر بايجابيه الى تبادل الاسرى عشرون مليون يمني في حاجه الى الغذاء والانقلابيون يعرقلون الاغاثه وزير سابق ينتقد اداء عمل المنظمات الدوليه الى صحيفه العرب اللندنيه وفيها اتفاق تبادل الاسرى يحرك المياه الراكده في الازمه اليمنيه، انجاز محدود بين الحكومه والحوثيين يفتح الباب امام تفاهمات جديده. من الصحف المصريه والبدايه من صحيفه اليوم السابع مبعوث الامم المتحده لليمن يؤكد العمل للبناء على اتفاق تبادل الاسرى. امين عام مجلس التعاون الخليجي يدعو للتنفيذ الفوري لاتفاق تبادل الاسرى في اليمن. أما في الأهرام مبعوث الأمم المتحدة طرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجز وأسير في صحيفة النهار اللبنانية الأمم المتحدة طرفان نزاع في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرة. من الصحف السعودية نقرأ والبداية من صحيفة البلاد دعوة أممية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى في اليمن سياسيان للبلاد العقوبات ضرورية لردع الميليشيات الحوثية. أما في صحيفة الجزيرة السعودية مسام ينتزع 1250 لغما في اليمن. وفي صحيفة المدينة اليمن توافق على تبادل 1080 أسيرا. من الصحف الإماراتية صحيفة البيان اتفاق جديد لتبادل الاسرى ينتظر جدية الحوثيين. واخيرا من مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الجواسيس اداه حوثيه جديده ضد اليمنيين. اذا كثيره هي المواضيع والقضايا التي طالعتنا بها الصحافه المحليه والعربيه خاصه بالشان اليمني ولكن هناك موضوع تحدثت عنه صحيفه واشنطن بوست باعتزام وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية على خطى الكثير من المنظمات الإرهابية في المنطقة والتي تدعمها إيران. ما أهمية هذه الخطوة وكيف ستؤثر على حرب اليمن إن تمت؟ وهل ستنجح الإدارة الأمريكية بالفعل في هذه الخطوة قبل الانتخابات الأمريكية الوشيكة؟ هذه المواضيع وغيرها أناقشها مع ضيفي الاستاذ عبد الستار الشميري الكاتب والباحث السياسي. استاذ عبد الستار لو بدات معك مباشره في الحديث عن اهميه هذه الخطوه. آه هذه الخطوه آه لها اهميه ولها ابعاد كثيره، اولا آه على مستوى اليمن عندما تصنف هذه الجماعه كجماعه ارهابيه اعتقد ان الامر سيسهل وسيسهل لكثير من الجهات ان تتابع وتلاحق تدفقاتها الماليه ويمكن ان اي تحويلات تتم عبر وسطاء وغيرهم يمكن اخذهم على انهم يتعاملون مع منظمه ارهابيه. ثانيا هذا الوضع هو الوضع الطبيعي لهذه الجماعه ولكل الجماعات الدينيه. ولا شك أن هذا يضعفها شعبياً ويضعف تحركات أفرادها في الخارج. الحوثيون بنوا شبكة كبيرة خارجية ويعملون ويتحركون بطائرات أممية وطائرات غير أممية. وهذا لا شك أنه سيحد من عملهم الخارجي بشكل أكثر. ثالثاً هذا أمر سيضغط على إيران لأنه كان هناك سابقة للأمريكان عندما صنفوا الحرس الثوري. كجماعة إرهابية، لا شك أن هذه الورقة ربما تضغط على إيران بشكل أو بآخر، وستجعل أي أي سلاح يذهب يبقى معرف دولياً أنه يذهب ليس فقط كتدخل في الشأن اليمني؛ ولكن يذهب إلى جماعة إرهابية مثلها مثل داعش، هذا بشكل عام، لكن نحن اليمنيين محتاجين أنه يكون هناك تصنيف لكل الجماعات الدينية. مثل القاعدة تماما وداعش جماعة الحوثي وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات يهم اليمنيين هذا لأنه مستقبلا يمكن التعاطي أو الأخذ معهم وعزلهم سياسيا من خلال هذه القرارات خاصة إذا توسعت الرؤية الأمريكية واصبحت رؤيه دوليه ورؤيه أممينة. وفي هذه النقطه بالتحديد فيما يخص ميليشيات الحوثي، هل يمكن ان تنسحب اذا ما تمت هذه الخطوه من قبل الاداره الامريكيه على دول اخرى ومن ثم على المنظمه الامميه ذاتها؟ لا شك انها ستنسحب تباعا ولو بصوره تدريجيه، الحوثيون صنفتهم في البدايه المملكه العربيه السعوديه كانت اول دوله ربما صنفتهم، والان المشروع الامريكي اعتقد سياخذ وقت فإذا فإذا نجح نجحت امريكا عبر التسلسل القرار الامريكي لانه ايضا هذه المشاريع احيانا تعرض وتاخذ وقت طويل جدا الحركه الثوريه اعتقد اخذت الفكره ثلاث او اربع سنوات حتى صنف لو نجح الامر وصنفوا في امريكا على هذا الامر فهناك دول كثيره ستلحق امريكا تباعا تباعا وفقا لهذا التصنيف و يعني مع الايام ومع السنوات سنجد ان الامم المتحدة ستأخذ به لان حتى الجماعات الارهابيه الاخري شرقا وجنوبا وغربا كانت امريكا دائما وفرنسا سباقين في موضوع هذا التصنيف وادراجهم كمنظمات ارهابيه، ثم كانت الامور تاخذ مسارها الطبيعي الى مجلس الامن والامم المتحده وتصنف واعتقد ان اقدام امريكا بهذه الخطوه له اهميه كثيره لانه الحوثيون اطالوا المنشات الامريكيه في البحر وتعرضت الوحدات الامريكيه كثير لبعض المضايقات من الحوثيين خاصه عندما كانوا يطلقون الصواريخ. وأصبحوا خطر على الملاحة الدولية حقيقي لأنه سبق لهم أن فجروا سفينة إماراتية وبعض السفن الأمريكية تأدت أيضا فهذا الامر اصبح شان عالمي انهم خطر على الملاحه الدوليه وهذا يعطي الحق للامم المتحده بما انهم اصبحوا خطر عالمي محدق على خاصه في تواجدهم في على الرغم ان, أن العالم واليمنيون ايضا العين. ينظرون استاذ عبد الستار بان الحوثيين هم طفل ربما الامم المتحده المدلل في الظروف الحاليه، لكن كيف سينعكس هذا التصنيف ربما على المباحثات والمفاوضات الحكومه الشرعيه مع الحوثيين؟ اعتقد هذا الامر لن يفرق لن يفرق كثير، لن يعطي الشرعيه ورقه ضاغطه لان ما تحتاجه الشرعيه الان هي اوراق على الارض، ومنذ زمن طويل ومنذ سنتين لم توجد الشرعيه اي نقطه اضافيه او اي ورقه رابحه على الارض يمكن ان تتعاطى فيه في المفاوضات، آه يعني بامانه وضع الحوثيون الان في المفاوضات افضل مما كانوا عليه. في قبل سنتين واكثر، وضعهم الان تحسن، اصبحت صنعاء كانها خط احمر، اصبحت تضرب مارب، مارب اصبحت هي المستهدفه وهي الخطر، وكان مارب يعني تترنح. هذه الاوراق بالاضافه الى تجميد معركه الحديده، بالاضافه الى تجميد معركه تعز وغيرها من المعارك، في اي مفاوضات هذه الورقه التي لا زالت اطار بحث امريكي لن تعطي الشرعيه اي تفوق ولن تعطي اي قيمه مضافه. الأوراق الشرعية الحقيقية لابد أن تأتي من الأرض، ومن الأرض إما أن يكون هناك اقتراب ما لصنعاء وإعادة الأمور في في جبهات مارب بشكل أفضل، أو سرعة أخذ الحديدة والتنصل ولو من الاتفاق ستوكهولم والدخول في مفاوضات جديدة مبنية على أوراق جديدة على الأرض. هل هذا تستطيع, هذا تستطيع الحكومة الشرعية أستاذ عبد الستار، هل تستطيع الحكومة الشرعية الآن فعلاً؟ هل القرار بيدها؟ أن تنسحب من اتفاق آه تستطيع الحكومه الشرعيه وتستطيع ان تعمل اشياء كثيره ولكنها جسد ميت، يعني كل المبررات وكل المنطق والحيثيات تقول ان اتفاق ستوكهولم كان ممنطق وممد ببرنامج زبني محدد، وهناك التزامات مجدوله زمنيا، كل هذه لم تنفذ. وعلى اساس انها لم تنفذ تباعا وانتهت المده الزمنيه لاكثر من سنه واكثر من سنه تقريبا، فهي بالاصل أن هذا الاتفاق قد مات وكان على الحكومه الشرعيه وعلى الشرعيه عموما ان تتجه نحو المعركه الحديده ولكن من الذي يقول انه مات استاذ عبد الستار؟ مارتن جريفيث قال انه نفذ هذا الاتفاق الوقائع على الارض يعني هذا الاتفاق كان محدد بجدول زمني ومعروف عندما ينتهي اتفاق اي عقد او اي اتفاق بمضامينه الزمنيه ومضامينه التي لم تنفذ يعتبر ساقط ويعتبر انتهى لكن خاصه عندما يتخلى عنه طرف ويبرر هذه هذه النقاط لكن الحكومه الشرعيه كونها عاجزة لم تستفد من, من انتهاء المهلة ولم تكن جاهزة ربما للذهاب إلى معركة الحديدة ابتداء لكن أيضا مارتن جريفيث يتحدث عن هذا الاتفاق أنه اتفاق إنساني وأنه قد جنب المدينة والمدنيين ويلات الحرب حسب تعبيره وأنه قد تم تنفيذه وما هذه صفقة الأسرة التي احتفلت بها الأمم المتحدة كثيرا ولست أدري ربما أنت تابعت معي في الصحف العربيه وايضا حتى المحليه الكثير من الحبرس لهذه الاتفاقيه وهذا الافراج، مع ان اتفاق ستوكهولم مثلا كان قد نص على الكل مقابل الكل، ثم 15000 مقابل لست ادري كم من الأسرة 7000 في 6000، ثم 1000 في 1000 الى ان وصل الموضوع الى 500 او 400 مقابل 600 واحد وثمانين لماذا هذا التراجع في هذا الرقم ولماذا كل هذا الزخم لهذا الاتفاق الذي أعطته الأمم المتحدة أولا ملف الأسرى لا يعتبر إنجاز لا لغريفيت ولا المتحدة هذا ملف دأبت الأطراف اليمنية أن يتم لأن للكل فيه مصلحة والمصلحة الأولى للحوثيين دائما فيه فهذا الملف سيتم سواء بالأمم المتحدة أو بغيره ويتم أحيانا بواسطة مشايخ ووجهات قبليه واحيانا يتم بتفاهم مباشر بين الاطراف، تم في الجنوب بدون ذلك وتم بين الاخوان والحوثي وتم بين قبائل مارب والحوثيين وهو يتم بصوره دائمه لان الحوثيون يذهبون اليه لامرين، الامر الاول انهم دائما في كل التبادل يحصد الحوثي العدد الاكبر يعني يكون نصيبهم في اطلاق الاسرى ضعف الشرعيه او ضعف الطرف الاخر لماذا هذا من من ناحيه لماذا في نظرك لانهم يجيدون المناوره ويجيدون الحوار ويجيدون كسب النقاط اكثر من الطرف المقابل في كل في كل جولات المفاوضات على الأزراء الامر الثاني ان الحوثيين محتاجين لهذه الاعداد عندما يخرج الحوثيين 500 فرد او 100 اعدادهم اعداد حربيه مقاتلين بينما الطرف الثاني غالبا الذين يتم التبادل هم ناس عاديين تم سجنهم بسطاء وعمال وأهل رأي, واهل راي واطباء وموظفين فلا تستفيد الشرعيه منهم فالحوثيون حريصون ان يخرجوا جنودهم لأن مع المعارك تريد قادة وبعض هؤلاء الذين أسروا هم احترافيين بمعنى قيادة ميدانية احترافية فعندما يخرج ألف حوثي أو خمسمائة حوثي يعني عزز تعزز جبهة وجبهتين وثلاث وتعود بالفائدة لصالح المعركة لصالح الحوثيين ولذلك لو ترك الحوثيون بدون امم سيذهبون لتقديم العروض لتبادل الاسرى، وانا لا اقلل هنا، اي تبادل للاسرى هو بالنهايه قيمه انسانيه وهو بالنهايه شيء مهم وهو مم. جميل لكن الانسانيه ربما لكن لا يحسب للامم المتحده جميل والممتحدة. لكن الانسانيه لا تجزى اذا كان الكل يفكر بمضمون انساني بحت، فلماذا لا يتم اطلاق الكل مقابل الكل وتنتهي معاناه الجميع؟ لان الحوثيون يستفيدون من اخراج شخصياتهم ولا يريدون أن يضحوا بالكل مقابل الكل بإخراج الشخصيات السياسية التي يراهنون أنهم سيفاوضون عليها لمكاسب كبيرة كالصبيحي وغيره هناك حوالي مئة وعشرين شخصية في شجون الحوثي هي بالنهاية شخصيات رائعة عام وشخصيات سياسية وقيادة عسكرية من طراز رفيع هؤلاء المية تقريبا أو المية والعشرين قيادة وسطية وقيادة عليا الحوثيين لا يزالون يمسكون بها كي يفاوضون بها ربما لمكاسب أقوى وقرفت هو يغني بعد أن تتم الحفلة الحفلة الحقيقية والتبادل هو أحيانا يكون جاهز ويعطى غطاء أممي أو غطاء أن الأمم المتحدة قامت به وربما ليس لهم في ذلك شيء، المعنى الحقيقي او الانجاز الحقيقي كان يمكن ان يكون في الحديده، وهذا الامر كان جزئي حتى نحن يعني كان موضوع الحديده كان محل تندر عند اليمنيين انه كيف نتفق على جزئيه بسيطه من الخارطه اليمنيه ونترك الحوثيين وسلاحهم والاتفاقات الكبرى وقرار الامم المتحده، هذا الاتفاق الجزئي الهامشي على الحديده لم ينجح. ولم تنسح جميل هل هل تقرا استاذ عبد هل تقرا ان ربما مارتن جريفيث اراد هذا الاتفاق ان يصوره نصرا خصوصا انه مقبل على تجديد لولايته مره اخرى من قبل مجلس الامن البحث في هذه الزاويه من الاهميه بمكان الطاقم الذي مع جريفيث وجريفيث يعني هم سعداء جدا وهذه فرصه تاريخيه لأن ما يتقاضونه وحسب الأرقام التي تظهر أحيانا هنا هناك مبالغ طائلة خرافية في التحركات في بدل المخاطر في رواتب في أشياء يعني أموال طائلة جدا يتقاضاها هذا الرجل وطواقمه المختلفة والمساعدين معه وأعتقد أنه حريص لأن يختم حياته الحياة الأممية بمبلغ كبير كهذا ويجد أن اليمن ربما هذه الفرصة تطول لأكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع وسيعمد هو ومن معه إلى إطالة هذا الأمر لأنه يتكسب بالفعل وموضوع اليمن بالنسبة لهؤلاء الموظفون ليس سوى فرصة عابرة يستفيدون منها أكثر من هي قضية أممية يعملون بجد أعتقد من كانوا سابقيه كانوا ربما أفضل حالا منه لكن يبدو أن هذا بالنسبة لجريفيث ليس له علاقة بأمر اليمن سوى كما أشرت التكسب المادي ليس إلا مم. موضوع آخر طالعتنا به الصحف والمواقع الإلكترونية أكثر من 66 ألف اعتداء في حق الأطفال هذا الموضوع نناقشه لكن بعد فاصل قصير إذا أكثر من ستة وستين ألف انتهاك في حق الأطفال وأكثر من ثلاثة آلاف وستة وستين طفلا قضوا قتلا وقنصا وانتهاكا من قبل ميليشيات الحوثي هذا ما أصدره أو أصرته تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ولمناقشة هذا الموضوع يسرني يعني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أهلا بك أستاذ محمد استاذ محمد هل تسمعني اذا التقرير نص على ان اكثر من ثلاثه الاف قتيلا وثقتهم شبكة الحقوقيه قضوا هؤلاء الاطفال بانتهاك من قبل ميليشيات الحوثي وايضا الكثير من الانتهاكات في حق الطفوله سواء بزجهم في جبهات القتال او حتى في السجون او استغلالهم بطرق بشعه وفق ما نص عليه التقرير، طبعا المنظمه قالت ان فريقها وثق مقتل 3888 حاله بينها 79 طفل رضيع. بعضها عبر ايضا القصف العشوائي وبعضها باسلحه مختلفه ومنها القنص وايضا 291 طفل قتلوا نتيجه اعمال القنص. استاذ عبد لو تحدثت معك في هذه النقطه استهداف الاطفال، ميليشيات الحوثي ربما استغلت الاطفال بشكل لم يسبق له نظير، هذه الجرائم في حق الطفوله لماذا لا تجد لها إلى حد اللحظة آذان صاغية في المجتمع الغربي؟ أولاً دعني أعلق على الرقم المذكور لديك، أعتقد طبعاً مهم أنه هذه المنظمة قامت بهذا الجهد ولكن هذا الجهد لا يؤخذ على أنه هذا هو الرقم أو قريب من الرقم، الرقم خرافي جداً وأكبر من هذا الأمر بكثير لو حاولنا تلمس حتى على شكل تقريبي وكان هناك من حوالي سنتين احدى المنظمات اصدرت شبه مقاربه لعدد الاطفال الذين قضوا نحبهم في تعز فقط يصل الامر الى هذا العدد في المدينه تحديدا من الذين سقطوا بالقذائف والكذا، اما اذا تحدثنا عن جريمه الطفوله على مسارين، مسار من يقتلوا بالقضايا الحوثيه ومسار من يجندهم الحوثي كاطفال وهم يشكلون كما اشارت بعض التقارير او بعض البقاء الاخبار 50% من جبهات الحوثي، 50% من جبهات الحوثي اطفال، هؤلاء الاطفال هم الدروع البشريه الاولى التي يحاولون فيها الحوثيون ان يكون هؤلاء الاطفال صف اول، فاذا ما سلك الامر امامهم ياتي دور القيادات والكبار كانوا دائما الاطفال في معارك الحوثي والجبهات يستخدمون اشبه بدروع بشريه يتم الزق بهم لو كان هناك الغام ولذلك واذكر نحن في تعز كنا عندما نجد الجثث الحوثيه نستغرب انها لاطفال انا شخصيا يعني جماعه وانا في تعز في مركز جهود اكثر من 200 جثه كمجهود شخصي مع مركز جهود وسلمناها للحوثيين من تعز من جثثهم واتذكر عندما كنا نجمعها في تعز معظمها من الاطفال وكنا يعني نستغرب انه ما هذا الامر اعمارهم 16 15 بالتقريب طبعا ليس هناك شيء لكن بالنهايه هم اطفال فاولا الرقم الحقيقي لجريمه الحوثي في الاطفال هي جريمه ليست 3000 30 ولا 10 ولا 20 هي جريمه كبيره تتعدى جميل عشان. جميل استاذ عبد الستار دعنا نشرك معنا الاستاذ محمد العمده رئيس الشبكه اليمنيه للحقوق والحريات هذه الشبكه والمنظمه التي اصدرت هذا التقرير ربما ليطلعنا عن كيفيه التوثيق والى اي مدى وصلوا واما اذا كان هذا الرقم هو منتهى ما وصلوا اليه من الرقم ربما اكبر اهلا بك استاذ محمد استاذ محمد هل تسمعني يبدو أن لدينا إشكالية مع الأستاذ محمد العمدة والاتصال به أعود إليك أستاذ عبد الستار أكمل ما كنت تضعه ربما أيضا هناك الحوثي يستخدم الأطفال حتى في الدعم اللوجستي لميليشياته وقد شاهدنا كثير من ذلك أقول في الحقيقة الأرقام الحقيقية لن يستطيع أحد الوصول إليها إلا بعد فترة طويلة وحتى بعد فترة طويلة يمكن أن يوصل إلى 50-60% موضوع الحوثي والأطفال هو الموضوع رقم واحد في هذه الجريمة في اليمن موضوع الحوثي والأطفال ثم الحوثي والألغام إذا كان هناك جريمتين من أربعين جريمة للحوثي في اليمن فستكون الجريمة الأولى الطفولة الجريمة الثانية الألغام ثم خذ الجريمه الثالثه تفجير المنازل، وثم الرابعه الاقتصاد، وستجد 40 جريمه للحوثي، لكن ابشع الجرائم التي ارتكبوها اولا ان معظم الاماكن التي يعني اقتحموها في الجنوب في عدن وفي الشمال وفي الضالع وفي تعز، كان ضحاياها من الاطفال، معظم من فقدنا مثلا وانا كنت في تعز لسنه ونص من الضربه الحوثي على تعز، كنا بالفعل كانت اطفال. في تعز فقط أنت يمكن أن يكون هذا الرقم أكثر منه بكثير الثلاثة ألف وغيره ممن سقطوا بالقذائف والمقذوفات على الرقعة الجغرافية اليمنية من سقطوا بقذائف الحوثي ومن دفع بهم إلى المعارك من قبل الحوثي الأمر يأخذ عشرات الآلاف من العدد هذا الأمر ليس فيه إحصائية صحيح لكن على وجه التقريب أنت عندما ترى أنه خلال شهر أو شهرين تسقط المئات من من الأطفال في أماكن مختلفة وتقيس على خمس سنوات ست سنوات حرب مستمرة ثم ترى الجثث الحوتية يعني في كل المعارك ثم من العينات التي شهدناها في تعز وفي مارب أنه معظم الذين كان يزج بهم وجثثهم من الأطفال تدرك أن الحوثيين استثمروا الأطفال استثمارا بشعا كانوا يأتون بالأطفال لأنه في المعركة أحيانا يحتاجون قس نبض الطرف الآخر طرف الشرعية فيدفعون بعشرين إلى خمسين طفل للتقدم أحيانا يكون هناك ألغام فتذهب الدفعة الأولى فيست... فيعرف فيكتشفون هناك ألغام أحيانا يكون هناك في مخاطرة فيذهب الطفل أحيانا لا يدرك المآل الذي يقاد إليه في المعركة ويذهب آه غير الكبير يدرك ان هناك مخاطر في في فيتراجع احيانا. يعني جميل دعنا ربما الان عاد الينا الاستاذ محمد العمده ونتمنى ان يكون يسمعنا في هذه اللحظه، استاذ محمد هل تسمعني؟ استاذ محمد هل تسمعني استاذ محمد؟ يبدو انه لا يسمعني الاستاذ محمد العمده رئيس الشبكه اليمني الحقوق والحريات، كنا نتمنى ان يكون معنا لايضاح اكثر حول هذا التقرير، لكن الاستاذ عبد الستار ربما الموضوع الاخير حتى من نجى من هؤلاء الاطفال ومن لم يقتل ربما سيصاب بازمات نفسية مستقبلا نتيجة الصدمات التي تعرض لها في هذه الحروب على صغر سن ربما هناك ممن هم آآ آآ بالغين راشدين يتعرضون لهذه الصدمات والازمات النفسيه فما بالك ذلك باطفال قُصر. نعم اولا المعاقين لا يوجد احصائيه حتى الان بالاطفال المعاقين من الضربات ومن اثار الحرب خلال ست سنوات. ثانيا المعاقين كليا طبعا وهناك المعاقين جزئيا. ثالثا الضحايا الذين تشردوا من المدارس بسبب اغلاق المدارس في مناطق الحروب. رابعا الاطفال الذين شردوا بسبب الفقر والمخيمات غير المتوفره وخامسا وفي الاخير الذين يعني حصل لهم بالفعل مشاكل نفسيه لكن في اليمن لم نعد نعتبر البحث في موضوع المشاكل النفسيه واثار الحرب النفسيه في اليمن عندنا من الرفاهيه بمكان صحيح هذا الامر عالميا لكن مثلا استاذ عبد الستار عندما ولكن في آه نقرأ عندما نقرا الكثير عندما نقرا الكثير من دينا. القصص استاذ عبد الستار عندما نقرا الكثير من القصص ممن عادوا وهم ما يزالون في سن 15 17 سنه يقتل اخاه يقتل امه واباه الكثير من هذه الحوادث حصلت من مقاتلين حوثيين اطفال عادوا من جبهات الحوثي وقاموا باعمال وجرائم بشعه حتى وصلت الى ابائهم واخوتهم من قتل اخته من قتل اباه من قتل وهذه الامور التي تتكرر يوميا. صحيح الحرب وانعكاساتها تحدث فجوات اجتماعيه ومشاكل نفسيه واجتماعيه بالغه الاثر ليس فقط على الاطفال حتى على الراشدين. لأن ثقافة الحرب وثقافة الدم تستسهل، يبقى أمر الحرب وأمر القتل مشاهد معاين يومياً، الشعوب التي تعيش في مسرح الحرب لفترات زمنية ولا يواكب هذه الحرب عملية نفسية وعملية توعية وعملية موائمة روحية ونفسية واجتماعية، لا شك أنها تصاب بتشوهات بالغة العمق. وتضرب في عمق وجدانها وهذه الاشياء تضرب في العمق الاجتماعي ولا شك اننا بعد الحرب يعني نحن الان نشاهد بعض الجرائم المستغربه في اليمن هذه الجرائم وتسهال القتل يعني جريمه الاغبري وجريمه القتل في جرائم القتل في تعز التي تحدث احيانا من المفصعين ومن كذا هي لاستسهال الدم واستسهال القتل لان هم تعودنا يوميا على هذا الامر الحوثيون والاخوان والقاعده اوجدوا في اليمن بيئه شرسه، بيئه عنف، وهذه اصابت حتى بعض المتعلمين، اللي خريجين جامعات، وخريجين مدارس، وهذا الامر سيطول، ولكن انا اقول يعني حاليا حاليا لا توجد دراسه لهذه الامر، لانها يعتبروها من ضمن الرفاهيه، والا هي امور من الاهميه بمكان ان يكون هناك دراسات ميدانيه مصاحبه لهذه التشوهات. ولكن من سيعالجها لان الدراسه وحدها ايضا لا تكفي لكن تحتاج الى معالجات ما احدثه الحوثي في مجال الطفوله بشكل عام هو جريمة حرب بامتياز ترقى بكل المستويات إلى هذا المستوى ابتداء من استثمارهم في الخدمات للحرب ثم استثمارهم في الدم ثم استثمارهم في في موضوع ضربهم في الجبهات ولا يزال مستمر لأن الحوثي في لحظة ما وجد أن الإقبال على التوافد للجبهات ضعيف جدا فألزم بعض القبائل بأعداد ثم استفاد من بعض الفقراء والمهمشين في في اماكن مختلفه وقدم لهم اغراء يعني يعني تعالوا لكي تصبح جندي تعال لكي تحصل على خمسين الف ريال او مئة الف او ما شابه وبسبب الفقر والبطاله يهرولون الى ذلك ولا يعلم انه يهرول الى الموت هذا الاستثمار هو أكبر جريمة أقامها الحوثي وجرائم الحوثي لا تعد ولا تحصى لكن ستتكشف أن هناك أكثر من مئة ألف طفل على الأقل في اليمن بين قتيل ومشرد وجريح ومعاق ذهبوا في هذه الحرب على أقل تقدير عندما تتوفر منظمات لديها القدرة الوصول ولا يمكن أن تقوم بهذا منظمة واحدة هذا يحتاج شبكة من المنظمات بحيث تستقي المعلومات بأثر رجعي من من بعض الناس وما سيندثر تحت التراب سيكون 50% من المعلومات ستضيع لا شك كما ستضيع معلومات أخرى كثيرة بهذه الحرب ومآسيها صدام الستار ربما في موضوع الجرائم وكيف أصبح مجتمعنا ربما يعاني من جرائم لم تكن حتى معهودة يقول ابن خلدون الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها وربما هذا هو جانب من جوانب القهر الذي تعرض له الشعب وربما المآسي التي يعانيها ليلا نهار اشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي الاستاذ عبد الستار الشميري كنت ضيفي في هذه الحلقه الشكر دائما وابدا لكم انتم مشاهدينا الكرام اينما تكونوا على حسن الاصغاء والمتابعه غدا حلقه جديده الى اللقاء